ثاني ملايير اخرى المفروض من 2008 احنا في المخطط الاخضر. هذا المشكل ما كانش خصو يطرح نهائي، لا ديال الابقار الخصاص ديال لحم الابقار ولا الخصاص ديال لحم ديال العيد باش غادي نعيدوا الاضحيه ديال العيد الكبير. هذا هو المخطط الاخضر، هذا هو التدبير. ولكن الا كنا كنخرجنا 100 مليار ومازال غادي نخرجوا ملايير واحده اخرى عاوتاني في الدعم، ما بقاش هذا تدبير، هذا رجع تبدير. وهذا التبدير هذا واش ما تيخصوش المحاسبه؟ واش ما تيخصش دار لجان ديال التحقيق؟ واش البرلمان ما خصوش يتحرك ويدير لجنه ويقول لهم شوف الى سيدي هذا المخطط الاخضر اللي كان خصو يعطينا النتائج اليوم كنا مستغنيين على هذا الاستيراد، اش درنا به؟ الماء عندنا ناقص، الخضره زادت، اعطينا الدعم للناقلين المهنيين، الخضره بقات بالثمن ديالها، دايرين جلبه على برا، واش حنا غادي نجيبوهم مجلوبين وندخلوهم ونديهم للسوق ونبيعوهم وناكلهم هكاك بداك السم اللي فيه بداك الجلبه اللي فيه؟ راه الجلبه خاصها تدوز واحد 20. الاخوان ما تصوروش معايا الفضيحه اللي في الجرح الدكتور جمال الدين معتوق بخصوص عيد الاضحى ديال هاد السنه هادي وحكومه اخنوش. الحكومه جابت لكم حواله اللي ملقها بالسم، ملقحينهم باش انهم يبانوا غلاظ لكن غادي يشكروا خطر كبير على صحه المواطنين. فكنقول لكم هذه الحلقه مهمه مهمه بزاف لاننا غادي نتعرفوا على تفاصيل خطيره مع الدكتور جمال الدين معتوق بخصوص عيد الاضحى ديال هذه السنه 2024 وكذلك فضيحه الاضاحي اللي كيجيبوهم من برا ب 1000 درهم 1100 درهم وكيبيعوها للناس ب 3000 درهم وهادو فقط الحواله اللي عندهم 6 شهور. اما الحواله اللي عندهم اكثر من 6 شهور فراه كيدير الثمن ديالهم ل 5000 درهم اللي ما كتوصلش للخلصه ديال شي رب اسره. اذا سيدي بلا ما نزيد نطول عليكم اعطيونا ودنيكم مزيان. احنا في المغاربه دابا المغرب راه عندنا دابا مشكل واحد هو العيد. دابا حنا ملي كيكون عندنا رمضان تيكون عندنا مشكل رمضان، ملي تيكون عندنا العيد الصغير مشكل العيد الصغير، ملي تيكون الدخول المدرسي تنهضروا على الدخول المدرسي، ملي تيجي رمضان خصنا نهضروا على رمضان. وهذه هي المسؤوليه ديال الحكومه، هما انهم كيدبروا هاد الايام الاستثنائيه اللي كنعيشوها حنا المغرب اللي هي كتكون اما عباره عن شعائر دينيه اللي كنعيشوها او مواسم يعني مؤقته بحال دخول المدرسه بحال العطله الصيفيه بحال دخول المغاربه المقيمين بالخارج، هادو كلهم عمليات كنعيشوها خطره في العام. اليوم العيد تنشوف مازال الرؤيه عند المواطن اللي عنده الحق في المعلومه، مازال لحد الان الحكومه مازال ما اشتغلتش على التواصل باش تقول للمواطن واش غادي تستورد الحولي ديال العيد وبشحال غادي نستوردو وشكون هما اللي غادي يستوردوه واش انا مدعمه هاد العمليه ديال الحولي ديال العيد ولا مدعماه بشحال وشحال عندنا موجود. دابا كاين حتى تضارب في الارقام ديال الخرفان اللي عندنا موجودين للعيد. المفروض حنا خصنا في المغرب واحد 5 مليون مثلا، 5 مليون القليله هي باش كنعيدو، 5 مليون فاصله 5 الا بغينا كاع نكونوا مرتاحين تكون 6، هي مبدئيا تيخصكم عندنا واحد 6 ولا 7 باش تبقى لنا هذيك 2 مليون كتبقى تروج في العام. ها الاسبوع ها العقيقه ها العراسات ها الحفلات ديالنا اللي كيبغي يدير يفرح براسو الى اخره. اذا ف هاد النقطه هذه ديال عدم التواصل ما كتخليش الناس يعرفوا اشنو كاين. اذا الا كان هذا هو التدبير ديال الحكومة هو أنها ما تقولش وتسكت فهذا ماشي تدبير. طبعا التكييف ديالو هذا وإن كان تدبيرا فهو تدبير سيء، لأن المغربي من حقه يعرف، من حقه وأضعف الإيمان أن واحد من أعضاء الحكومة مكلف بالتواصل يخرج يتكلم بصراحة ها الأرقام اللي غادي نعطيكم، ها شحال حنا كنحتاجو من رأس ديال الخرفان، شحال ها شحال عندنا موجود، ها شحال حنا غنستوردو. هاد العملية ديال الاستيراد راه مازال ما دخلاتش عندنا الحوالة، ولكن مازالنا دابا 22 يوم. فين هي الأجل اللي تيخص الحولي ملي يدخل خصو نوضعوه بعيد يعني ما يتسهلكش ديك الساعات واحد
الناس اللي مختصين ما عرفتش شحال يقول لك واش 10 ايام واش 20 يوم اللي خصو يبقى. يعني الناطق الرسمي باسم الحكومه قال 15 يوم دكتور. اذن 15 يوم شحال حنا غادي نجيبوا دابا الا كان 15 يوم؟ حنا مازال ما دخلوش خرفان لحد الان، مازال ما دخلوش. اذن شحال مازلنا؟ مازلنا 22 يوم للعيد. واش حنا غادي نجيبوا دابا مليون في دقه واحده؟ مستحيل نجيبوا مليون، مستحيل نجيبوا مليون. هاد المليون كي غادي دير تنقل، واش غتنقل في ظروف صحيه؟ اذن شحال غادي نجيبوا؟ 200,000؟ واش ال 200,000 كافيه باش تغطي؟ واش هاد الاجل غنحترموه ديال ان لينا ميكون يكونوا دايرين جلبه على برا؟ واش حنا غادي نجيبوهم مجلوبين وندخلوهم ونديهم للسوق ونبيعوهم وناكلهم هكاك بداك السم اللي فيه، بداك الجلبه اللي فيه؟ راه الجلبه خصها تدوز واحد 20 يوم ولا 15 يوم. قلت لك شوف المختصين شحال شنو تيقولوا، وشحال خصهم يبقاو هما مستبعدين، يعني ما يدخلوش للاستهلاك وما يدخلوش للسوق ديال الاستهلاك. اذن هذه النقطه الاولى. اذن شحال غادي نستوردوا؟ واش غادي يغطي العدد وحنا مازلنا 22 يوم؟ وشنو هو الدعم؟ والدوله الى عطات الدعم الكبار المستثمرين الكبار المستوردين الى عطاتهم الدعم، اذن دخلت في الثمن ولا دخلت في الثمن؟ خصها تحدو، خصها تسقفو، خصها توقف تقول الثمن ها شحال غادي يتباع، حيت انا دخلت بالدعم ديالي، انا الدوله انا الحكومه عطيت الدعم للمستورد، اذن الثمن ها شحال غادي يدير السوق؟ المواطن خصو يكون عارف راسو شحال غادي يشري الحولي، اللي غادي يشري على قدو يشري على قدو، اللي غادي يشري كبير يشري، عارف راسو شحال غادي يشري. هذه الاولى. ثانيا، واش ما كانش، انا ما كيعجبنيش نهضر في الماضي، واش ما كانش يدار، يعني هاد الدعم شحال غادي يوصل؟ واش 5 المليار ديال الدرهم؟ واش 10 المليار ديال الدرهم؟ واش هاد 10 المليار ديال الدرهم واش ما كانش ممكن تعطى مباشرة للفلاح الصغير؟ ياك حنا كنا مشتغلين المخطط الأخضر المفروض، بعد المخطط الأخضر اللي خسرنا فيه 100 مليار، ويمكن راه كاين واحد الجيل الجديد ديال المخطط الأخضر غادي تدخل فيه عاوتاني ملايير أخرى. المفروض من 2008 حنا في المخطط الأخضر، هذا المشكل ما كانش خصو يتطرح نهائي، لا ديال الأبقار، الخصاص ديال لحم الأبقار، ولا الخصاص ديال لحم ديال العيد باش غادي نعيدوا الأضحية ديال العيد الكبير. هذا هو المخطط الأخضر، هذا هو التدبير. ولكن الا كنا كنخرجنا 100 مليار ومازال غادي نخرجوا ملايير واحده اخرى عاوتاني في الدعم، ما بقاش هذا تدبير، هذا رجع تبذير. وهذا التبذير هذا واش ما تيخصوش المحاسبه؟ واش ما تيخصش دار لجان ديال التحقيق؟ واش البرلمان ما خصوش يتحرك ويدير لجنه ويقول لهم شوفي سيدي هذا المخطط الاخضر اللي كان خصو يعطينا النتائج اليوم كنا مستغنيين على هذا الاستيراد، اش درنا به؟ الماء عندنا ناقص، الخضره زادت، اعطينا الدعم الناقلين المهنيين، الخضره بقات بالثمن ديالها ما رخصتش، راه كنهضر حنا شحال ضربنا 6 شهور ولا 5 شهور وحنا في الخضره غاليه والدعم كاين تعطى. اذن اعطينا الناقل، اعطينا في المخطط الاخضر، اعطينا الناقل السياحي، عندنا دابا عندنا نقصان في الماء، عندنا المحصول ديالنا الفلاحه انتم شفتوا شنو العام، يعني داكشي على قد الحال. اذن اشنو درنا المخطط الاخضر؟ خاص على الاقل يقولوا المخطط الاخضر ها شنو درنا في الايجابيات، ولكن راه ماشي داكشي اللي كنا كننتظروا، ما فشلنا في المخطط الاخضر. اذن خص لجنه ديرها برلمان ونمشيو نتحققوها سيدي ونتحصاو ونتفحصوا ونبحثوا ونتحراوا ونقلبوا، ودرنا تقرير ويدار تقرير، وداك التقرير ماشي ينعس، ماشي تنوض الصحافه تهضر عليه نهار ويومين ثلاث ايام وعاوتاني كم حاجه قضيناها بتركها. لا خصنا نعرفوا سيدي 100 مليار فين مشات، شنو هما النتائج اللي حققنا؟ حنا ما عارفينش، حنا جالسين في الدار البيضاء جالسين في الميكروفون انتم كتشوفوا ما فاهمينش. قولوا لنا الفلاح الصغير كيبكي، ما شفنا الفلاح كان صغير ورجع متوسط بالمخطط الاخضر، كان خصو حتى هو يترفع المستوى ديالو، حتى هو يكبر. الفلاح الصغير ما بقاش دائما صغير، فلاح صغير فحلات 100 مليار تحطات، خص يكون عندنا الفيض في الانتاج ديالنا، خص يكون عندنا اللحوم ديالنا موجوده. دابا الا مشينا عيدنا هذا العام بثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ديال المليون، واش العام الجاي مور العيد شحال غيرجع كيدير اللحم؟ ها بقاو حنا كنستمروا دائما في السيره باش نوفروا اللحم. إذن هادشي راه خصو المحاسبة، ولكن في الحقيقة اللي تيخصو يتحاسب هو المواطن. والله إلا نتفق واحد الحوار
كنتكلم انا واحد السيد حوار خص المواطن يتحمل مسؤوليته. المواطن اليوم كيغوت وتيقول لك اللهم هذا منكر الغلا تقرنا والحولي غالي، وانت السي المواطن اللي كتاخذ 200 درهم في التصويت كتجي تعطي الصوت ديالك 200 درهم وكتجيب القفه وكيتعرض عليك العشاء وكتعشى وكتعطي الصوت ديالك، دوق اليوم دوق الاثار ديال السلوك ديالك باش تعرف، باش تعرف راسك انت اللي كدير المسؤول اللي اختاريتي. خصك تحمل مسؤوليتك، خصك تحمل مسؤوليتك وتعرف راسك هذيك الدقيقه اللي كتمشي تصوت فيها وتعطي الصوت ديالك بشحال كطيح عليك 6 سنين وانت كتعاني اذا اسأت انت الاختيار، و6 سنين يمكن تكون انت مرتاح وعايش بالامل وعايش بامور كتشوفها كتحقق الا انت درتي التصويت الحسن اللي في محله، ولكن اللي كتكون خديتي شي حاجه في المقابل اكيد ما كتعطيش الصوت كيف خصو يتعطى ولمن يستحق اللي خصك تعطيه الصوت. فلهذا اليوم تتحمل انت المسؤوليه، وبارك ما علينا من الغوات، بارك علينا ما تقولوا هذا الشيء راه ماشي هذا الشيء راه بزاف، راه انت اللي درتيه. اذا نفيق ونضربوا راسنا موعد، مازالنا 3 سنين او 3 سنين ونص، ها وشوفوا واش غتبقى تنتظر هذا النهار، واش غادي تحمل المسؤوليه فيه، واش غادي تغير السلوك ديالك، واش غادي تهز راسك، تهز راسك، هز راسك ايها المواطن، هز راسك وقول الصوت ديالي غادي نعطيه للشخص اللي تيستحقه، الشخص اللي غادي يخدمني يخدم الصالح العام. إذن نقول الله يهدينا جميعا، لانه الا ما كانش كل واحد يقوم بالعمل ديالو انطلاقا من المواطن يقوم بالواجب ديالو، اول موعد جاي اللي عطى الله عطاه دابا، ها عطى الله عطاه، انتما كتشوفوا الوضعيه كيفاش دايره، كاين شي امور اللي تحققت وكاين شي امور اللي تتحقق، ولكن كاينه معاناه ما يمكنناش نخبعوها. فهاد المعاناه انا تنظن بان المواطن خصو حتى هو يوقف وقفه ديال الراجل والمراه، تكون مراه حره وتقول هذاك الصوت هو السلاح ديالي، هذا هو السلاح ديالي، هذا هو المصير، كنقرر المصير ديالي. انا فلاح صغير، انا انسان كنسكن في المدينه بسيط، موظف صغير، عون، مخدار، طبيب، محامي، ايا كان، عارف بان هذاك الصوت هو السلاح ديالك، هذاك هو القوه ديالك، عطيه اللي يستحق. هذا الوقت جاء هذا الكلام اللي تنقول، غتقولوا لي هذا سابق لاوانه، مازال فينا وفي الانتخابات، ولكن راه هذا الثمار، هي هذه الثمار حنا كناخذوها ديال الصوت ديالنا. اذن هذه فرصه هي باش نذكر ان المواطن خصو يتحمل حتى هو مسؤوليته. اذا انا الاخوان هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو في هذه الحلقه، ما تنساوش اللايكات وما تنساوش ايضا تابوناو في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها. الى فيديو مقبل والى حلقه مقبله، والسلام عليكم.